بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الرحمن لتوريد وتجارة معدات مزارع الدواجن. إن شاء الله هكلمكم النهاردة عن جميع الساقيات والعلافات الموجودة عندنا، تمام؟ قبل كده كنا عملنا فيديو جامع لكل العلافات، طبعا ما كانش مقتصر الفيديو إلا على الحاجات اللي موجودة في الفترة دي. طبعا في إضافات كتيرة انضافت لدينا، يعني ان شاء الله هنحاول ان احنا في الفيديو ده نوريكم كل المنتجات، تمام، من اول التحضين لعند عمر البيع. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني احنا حاولنا ان احنا نرص الحاجة قدامكم علشان نوريكم كل المنتجات. يعني انت عذر اي وصف في الفيديو فاعمل لي سكرين شوت للمنتج اللي انت محتاج تسأل عنه وابعته لي على الواتساب. هنسيب الارقام بتاعتنا في الوصف او في اول تعليق على الفيسبوك. طبعا هنبتدي مع حضراتكم كده يعني بعرض الى حد ما، يعني ايه هننظمه. ده كده شكل العلافات اللوك، ده كده شكل العلافات اللوك، تمام. دي كده العلافة اللوك 2 كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو ونص، ده بيقولوا عليها 6 كيلو، تمام. يعني نظرا للاخطاء اللي بتحصل من جراء حاجه زي كده، طبعا دي 4 كيلو ونص، 5 كيلو، تمام. وعلشان احنا بنقول في فيديوهاتنا اللي موجود او المعروض هو اللي موجود، تمام، فده علشان محدش ياخد العلافه دي ويقول لي لا دي العلافة دي اقل من 6 كيلو، تمام، دي 4.5، 5 كيلو، ماشي. يبقى كده العلافات اللوك، تمام. بعد كده عندنا دي علافة التحضين اللي هي التربو، تمام، وفي علافة اللي هي الاردني الصاج المجلفن، تمام، ودي 9 كيلو اللي بالعمود. طبعا اللي بالعمود دي بيكون منها 6 كيلو ومنها 12 كيلو، غير 9 كيلو اللي قدام حضراتكم دي. برضو موجود معانا العلافات بتاعت السمان، تمام، العلافة السمان بتاعت التحضين وبتاعت العمر الكبير، ده برضو بنستعمل العيون الكبيرة دي في برضو مع الدواجن، ودي مع السمان او ممكن تحضين الفراخ عادي، تمام. بعد كده طبعا ده طبق تحضين، طبق تحضين البيور، تمام. يبقى كده احنا حاولنا ان احنا نقول لكم كل الايه العلافات دي. طبعا علافه الحمام، علافه الحمام، ودي كده علافه البطاريه. يبقى احنا بنقول على كل العلافات اللي موجوده لدينا، تمام. بعد كده الساقيات، في الساقيات اليدويه اللي هي 2 لتر، 4 لتر، 8 لتر، تمام، ده كله اللي هو خامات بيور. في اللي هي السائل الاوتوماتيك التحضين بتاعتنا، تمام، دي خامات بيور طبعا، ده انفراد خاص بينا، تمام. وبعد كده عندنا ساقية الحمام، في منها ال3 لتر، وفي 5 لتر، وفي 7 لتر الكبيرة، تمام. والساقيات الجامبو، سائل جامبو الكبيرة، تمام، اوتوماتيك. وبعد كده خطوط النبل، تمام. كل المنتجات اللي قدام حضراتكم دي منتجات صناعة بيور درجة أولى، تمام. قبل كده احنا عملنا فيديوهات عن الساقيات ال4 لتر، دي انفراد خاص بينا، ماشي، منها برضو درجة تانية، وطبعا ايه للأمانة يعني في درجة أولى ودرجة تانية، تمام. الدرجة الأولى باينة والدرجة التانية باينة، تمام. الفيديو ده فيديو استثنائي، حبينا ان احنا نعرض لحضراتكم كل العلافات والساقيات. اي استفسار سيبه في التعليقات، اي حاجه محتاج يعني تستفسر عنها اعمل لي سكرين شوت وابعتها لي على الواتساب على الرقم اللي هنسيبه مع حضراتكم اسفل الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. عباد الرحمن لمستلزمات المزارع.